العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوة الكرام، ما زال الكلام موصولا على كتاب الإيمان لابن مندة، نسأل الله جل في علاء أن ييسر لنا إتمامه وأن يوفقنا إلى العلم بما فيه والعمل به، فقد هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. ونسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر، وأن يشكر لإخواننا صبرهم على طلب العلم. انتهينا في الدرس الماضي في الكلام على الأعمال الظاهرة وعلاقة الأعمال الظاهرة به الباطن، صحيح؟ أو قلنا بأنه استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث وفد عبد قيس، بأن الأعمال من الإيمان، وأن هذه علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والضلالة، بين أهل الإيمان وبين المرجئة الذين حادوا في باب الإيمان. استكمالا لهذا الباب، لأن هذا الباب فيه ما فيه من الأهمية بمكان، فنسأل الله أن ييسر لنا إتمام هذا الباب. نعم، تفضل. على نفس المنوال. نية وعملا وإقرارا وإيمانا. تفضل. قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالوفد غير القضاء والنادمين. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك المشركين بمضى، فإنا لنضيف إليك فإلا في أشهر الحرم، فحدثنا بشيء من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليه من وراءنا. من وراءنا؟ من وراءنا؟ وندعو إليه من وراءنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع، عن نبيذ بنت الدباء والنقير والحنطة والمزفت. مثلا هذا الحديث هو صدر الباب في التصنيف، بوب على الإيمان بأنه إقرار وأنه عمل، أنه تصديق، وهذه المسألة المهمة في هذا الباب. ثم أتى بحديث يثبت فيه أن الإيمان على الظاهر وعلى الباطن. فلنا مسألتان مهمتان اليوم، هو الكلام على تعريف الإيمان عند العلماء على ما فصلنا فيه قبل ذلك، والبيان في علاقة الظاهر بالباطن، ثم بعد ذلك الكلام على حكم ارتباط الظاهر بالباطن. هل هذا الارتباط فيه تلازم، حيث بأنه لو انقطع التلازم يتبعه حكم من الأحكام أم لا؟ أنا نبين هذه المسألة إن شاء الله الآن. أقول بالنسبة لمسألة الإيمان، اتفقت كلمة السلف على أن الإيمان هو قول باللسان، تصديق بالجنان، وأيضا عمل بالأركان. طبعا يعني أجمع المسلمون من السلف، الشافعي، النخعي، قل الثوري، قل ابن عيينة، الجميع في شرح السنة للألكائي، أصول السنة للألكائي، قد قالوا قولا جزما: الإيمان قول وعمل. ومنهم من قال هو قول وعمل ونية، ومنهم من قال هو الثوري قول وعمل ونية وسنة. فهو المسألة على التفصيل أو على الإجمال: قول وعمل ونية وسنة. لذلك استخلاصا من قول العلماء بعد اتفاق بأن الإيمان يتداول باللسان، يكون باللسان ويكون بالجنان، فهو يدور مدار الإيمان على اللسان والجوارح والجنان. يقول علماؤنا: قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان. ويمكن أن نقول القول قولان: قول اللسان، فلعل أو نقول بتفسير بعض العلماء: قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، وعمل عمل الجوارح وعمل القلب. هذا هو الإيمان. لو جعلت دائرة الإيمان دائرة كبيرة
ستدخل في الأس ومنادي في الإيمان، قول وعمل سهمان عريضان ينزل تحتهما أيضا سهمان. نقول سهم قول باللسان وقول بالجنان، عمل عمل بالأركان وعمل بالجنان. يبقى إذن هو قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الأركان. رحمكم الله. الحق بأنك لو نظرت ستجد أن هذه الأربعة يضمها حديث واحد ليثبت لك العلاقة القوية بين الأربعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، إلى أن قال في آخر الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. انظر أخي الكريم واضبط المسألة معي، فأنت لو أتقنت هذه الجزئية الصغيرة الكبيرة في الفهم وفي الحج، وهي قول سلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. والجسد لسان وجوارح، الجسد لسان وجوارح، يبقى لابد أن تقول بأن اللسان تبع للقلب والجوارح تبع للقلب. هذا قولي أم قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أسأل أريد إجابة، هذا قولي أم قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ التبعية من الذي بينها الآن؟ من قال ألا وإن في الجسد مضغ إذا صلحت إيش؟ صلح الجسد كل، والجسد لسان وإيه؟ وجوارح. يبقى إذن المسألة في ارتباط وثيق بين القلب وبين اللسان والجوارح. لذلك نحن نقول إذا بدأت فابدأ بقول القلب، ثم ثني بما يتبعه وهو قول اللسان، ثم ثلث بالأصل عمل القلب، ثم ربع بإيش؟ هذا عمل الجوارح التبعية. فإذا قلت قول وعمل فقل ابدأ بقول القلب يتبع ذلك قول اللسان، ثم بعد ذلك ابدأ بعمل القلب يتبع ذلك عمل الجوارح. قل لو خلى القلب من القلب يخلو اللسان من القول قد وقد، قد وقد، هذا الحق. يعني قد يخلو القلب من القول ولا يخلو اللسان من القول كما سنبين. وإذا خلى عمل القلب من العمل هل يخلو الجسد من الجوارح؟ قد وقد، قد وقد. ولكن إذا خلى الجوارح من العمل لك أن تجزم بخلو عمل القلب، وإذا خلى اللسان من القول لك أن تجزم بخلو القلب أو من النوادر تقول ورد في القلب وجحودا لم يكن على اللسان. نبين الأدلة ثم نبين هذه التقسيمة بأصناف العباد. قول اللسان، قول اللسان الحجة فيها والبيان في القرآن وفي سنة العدنان. أما في القرآن فقد قال الكريم المنان قولوا آمنا بالله وبما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر، قال قولوا آمن، لابد من القول. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر هذه الآيات، وهي تكون باللسان في قول الله تعالى وإذ قال له أسلم قال أسلمت، فلا بد من القول. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى أريد أسمع حتى يقولوا لا إله، لابد من القول لا يكون إلا باللسان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فهذه أيضا دلالة على أصل اللسان، القول باللسان. وهذا أصل أصيل في دخول المرء في الإيمان، هذا أصل أصيل في دخول المرء في الإيمان بالإيمان، إلا من عذر، من خرص، من عدم استطاع على الكلام، هذا أمر آخر. فله إقرار بالإشارة أو له إقرار بالإيش أو له إقرار بالكتابة، لأن القلم كما قال الفقهاء القلم أحد اللسانين، القلم أحد اللسانين. هذا بالنسبة للكلام على قول القلب، قول اللسان والأدلة قول القلب. أما قول القلب فالدليل الأصيل في هذا الباب قول الله جل في علاه والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به، فهذه تضم التصديق ولا يكون التصديق إلا بالجنان، فهي دلالة على وجوب أو قل من أصول الإيمان تصديق الجنان. قال والذي جاء به، والذي جاء بالصدق وصدق به، ويتبع ذلك العمل حقا، لأن الصدق سبيل إلى العمل وهو الإخلاص، لأن الإخلاص من أعمال القلوب.
فلا يمكن أن ترى إخلاصا بغير تصديق بحال من الأحوال، لأن التصديق هو المحرك الرئيس للعمل. إذن عندنا أيضا قول القلب وهو التصديق، وأما الثاني العمل. بنفس الترتيب نقول عمل الجنان عمل القلوب، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. قال المرجئة لا يرون أن من أصول الإيمان عمل القلب، لا يرون بذلك. وما عندهم طبعا هي المسألة في خمسة أقوال في الإيمان من أقوالها البدعة لا نتعرض لها الآن، لكننا نبين فقط هذه المسألة الجلل المهمة جدا عمل القلب، وسأبين بالترتيب كيف نصل إليه. عمل القلب من إخلاص وتوكل وخشية وإنابة، قال الله جل في علاه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الإنسان من رأى الله به، ومن سمع الله به، وقال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا عمل القلب، فعمل القلب من خشية وإنابة وخوف، كل ذلك يتبع تصديق القلب. بعد ذلك يتبعهم عمل الأركان، عمل الأركان. قال الله جل في علاء أقم الصلاة لذكري، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال الله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان موقوتا، وأيضا قال النبي صلى الله إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل قل آمنت بالله ثم استقم، والاستقامة استقامة قلب ثم استقامة لسان ثم استقامة جوارح، جمع الجملة بأسرها في كلمة واحدة فاستقم. ولذلك لما قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وما أمرت إلا باستقامة القلب ثم يتبعه استقامة اللسان واستقامة الأركان. فهذا من العمل، يبقى عمل القلب أي عمل الجوارح يستتبعه عمل القلب. عندنا هنا الآن قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. أنت ترى بأن الله جل وعلا ما من آية في كتاب الله جل في علا تتحدث عن الإيمان إلا وأتى بقرين الإيمان وهو العمل الصالح، إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، تلازم وثيق. والله جل في علا ما جعل الجنة مستقرا لأحباب أولياء وأصفياء إلا الذين قد وصفهم الله بإيمان يتبعه عمل، يتبعه العمل الصالح. فهذه الجنات جنات نهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لا تكون إلا من آمن وعمل صالحا. وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات. اقتران عظيم جدا. ولذلك قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذن تصديق دون الريب هو الآية، صح؟ إيش قال بعدها؟ ثم لم يرتابوا إيش؟ أكملوا الآية؟ ها؟ يبقى ذكر عمل القلب وذكر اللزوم الذي بعده إيش؟ عمل جوارح. ورهادوا أموالهم وأنفسهم فيه أولئك هم ها أولئك هم الصادقون. يبقى إذن الصادق لا يكون صادقا إلا بانطباق القلب مع الجوارح، لا يمكن أن تتخلف الجوارح عن القلب بحال من الأحوال. وهذا الذي قاله ابن تيمية في الجزء الثامن وفي غيره، قال لا يمكن لإنسان أن يدعي محبة الله ويدعي بالإيمان بالله والتصديق بالمثول بين يديه ثم لم يسجد لله سجدة أو يتصدق بالله لله صدقة، هذا يدل على خلو الإيمان من هذا، وهذا الذي سنبينه. يبقى إذن تصديق بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان، وأصناف الناس بالنسبة لأصول الإيمان. وأصول الإيمان عامة نقول بأن الإيمان بسرعة الإيمان قول وعمل، هذه الأربعة. الناس بالنسبة للقول والعمل أصناف ثلاثة، أو قول أصناف أربعة. الصنف الأول إيش هو؟ لا، الصنف الأول الذين قد أتوا بقول اللسان وخلى القلب من التصديق ومن الأعمال. أتوا بإيش؟ بقول اللسان وخلى القلب من التصديق ومن الأعمال.
وقد أتوا ببعض الأعمال، يعني هم أصالة لا يعملون الأعمال بأسرها، هم يعملون ما يظهر للناس فقط. وهؤلاء من؟ المنافقون. من المنافقون الذين بسرعة من المنافقون الذين قال الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. هؤلاء الذين تكلموا بألسنتهم كما قال السلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه ولم يؤمن قلبه. فهذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قالت الأعراب أمنا قد لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لكن مع أننا يعني الأصح أننا نستدل في هذه الآية على المنافقين لأنها نزلت في من كان مسلما لكن ضعف إسلامه. يبقى هؤلاء عندهم قول اللسان وليس عندهم تصديق الجنان ولا عمل الأركان، لكن يمكن الأعمال الظاهرة من الجوارح عندهم. نعم قال الله تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إيش قال فيهم الله جل وعلا؟ ها ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال، وفي الآية الأخرى ولا ينفقون إلا هم إيش كارهون. يبقى إذن هي في عمل بس هذا العمل ليدفع عنهم مسألة إسالة الدماء. يبقى إذن قالوا باللسان توفر قول اللسان وأيضا بعض أعمال الجوارح مع خلو القلب من إيش من التصديق وخلو القلب من لذلك شيخ الإسلام تيمية وقف طويلا مع هذا الحديث العظيم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. قال شيخ الإسلام في هذا الباب قال ولا يمكن أن تجد تصديقا في القلب إلا وقد ينضح على اللسان. ما يمكن بحال أن تجد تصديقا في الجنان إلا وتجد ما يطابقه من التصديق باللسان، ولا تجد تصديقا ولا تجد عملا بالجنان إلا وتجد ما ينضح على الجوارح. قال وليس العكس، يعني قد تجد القول باللسان والجوارح ولا تجد إيش ولا تجد تصديق الجنان وعمل الجنان. قد تجد في من؟ في المنافقين. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني بالنسبة لهؤلاء هم الذين توفر إليهم أو توفر لهم قول القلب، توفر عندهم قول القلب ولم يتوفر قول اللسان ولا عمل الجوارح ولا عمل الجنان. وهؤلاء أغلب مشركي العرب الذين توفر لهم قول القلب ولم يتوفر لهم عمل القلب ولا قول اللسان ولا عمل الجوارح. كأبي طالب عندما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله، فماذا قال أبو طالب؟ قال لولا أن تعيرني العرب لقلت بما لأقررت بها عينك. وأنشد إيش قال؟ قال قد علمت بأن دين محمد هو خير أديان البرية. إيش دين؟ هو يعتقد ذلك ولا ما يعتقد؟ وقد علموا أن ابننا إيه ليس بمكذب، هو يقول بذلك يقين وجحدوا بها حقا واستيقنت، هو يستيقن بأن دين محمد هو خير الأديان، يستيقن بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه الكبر منع، الكبر هو الذي منع. قال تعيرني العرب، وأيضا في الرواية الأخرى قال لا يعلو استي إيش رأسي، لا يعلو استي رأسي، فتكبر فلم يدخل في الإسلام. فتكبر طبعا المتهوكون قالوا بأن أبا طالب في الجنة، أبو طالب في الجنة كيف؟ قالوا أنتم تجهلون أيها المتطرفون، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كإيش كهتين قارنان كهتين، وأعظم مكفول هو. يبقى إذن أعظم كافر من كفله، فلا يمكن أن يفارق، فقالوا في الجنة. وطبعا هم يعني بيستدلوا تحبيش، هذا اسمه التحبيش مع التجهيل، بيستدلوا على ذلك بحديث وضعه الوضعون بأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء العباس فرحا قال يا رسول الله قال الكلمة التي تحبها، قال الكلمة يا محمد قال الكلمة التي تحبها. وهذا إسناد مظلم هالك. علي بن أبي طالب قال مات الشيخ الإيه مات عمك الضال، مات الشيخ الضال. فالغرض قالتها فوارق، الغرض أنه قد استيقن بقلبه بأنه حق، ومع ذلك لم ينقض ولم يتكلم باللسان. من في هذا الباب؟ مشركوا العرب بأسره. قال الله جل وعلا وصفا إياهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. وقال الله جل وعلا ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله. يبقى إذن قال لا يكذبونك، المسألة هم يصدقون في ذلك. قال لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا بالنسبة لهؤلاء. أيضا من معهم؟
اختبى بقى المرجئة معهم برضو جهمية معهم. نعم ما في غير إبليس. طب إيش الدليل؟ نعم قال هو إيش قال؟ قال ربي بما هو في البداية إيش قال؟ قال إيه؟ قال إيش؟ ربي أقر ولا ما أقر؟ أقر ولا ما أقر بالربوبية الآن؟ فهو أقر لكنه إيه؟ لم ينقض، افتقد الألوهية، لأنه قال وقال الله جل في علاه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إيش؟ أبى. ما هو الربوبية عنده هو الآن، الربوبية عنده ما عندوش الإلهية، لم ينقض لربه جل في علاه من صاع له، فلذلك قال أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفر هنا كفر إيه؟ كفر إلهية يا حبايبي يا شطار يا لهو أنا الإخوة السلفيين معاه. وده والله بوابة العلم إتقان العقيدة، بوابة العلم الخلل في العقيدة يدل على ضعف العلم. هذا أمر أنا أدين الله به، ولو أتيتني بمن على إلى السماء فقه وأصول وحديث بوابة العلم إتقان خلل. وقع بعض الفضلاء في خطأ فاحش وتكلم بكلام بعض أهل البدع واجتهاد منه، اجتهد فأخطأ، يبجل ويوضع فوق رأسه، لكن قضيته ترد عليه، خطأ يرد عليه. لكن ليش إتقان هذا الباب من الأهمية بمكان، إتقان هذا الباب من الأهمية بمكان. وقال ربي بما أغويتني لأزين لهم في الأرض إلى آخر الآيات. الغرض المقصود هذا الصنف. الصنف الثاني هو هذا الصنف الثاني، هذا يبقى اللي سيأتي الصنف الإيش الثالث. الصنف الثالث هو من أتى بقول اللسان وقول الجنان وادعى عمل الأركان عمل القلب يعني، وخلى عنه عمل الجوارح. وهذا المعترك الدام الآن، هذا دعه على جنب الآن، لا تتكلم فيه الآن، بعدما نتقن الأبواب هذه نتكلم فيه. يبقى صنف عندنا آخر جاء بقول اللسان وجاء بقول القلب ويقول أنه جاء بعمل القلب، والحق كما قلت يقينا كما قال ابن تيمية من ادعى وجود عمل القلب فلا بد لزاما وجود عمل إيش؟ جوار. لا يمكن أن نجد في القلب عملا لا ينضح على الجوارح. والدلالة ليست من عندين من عنديات أنفسنا، الدلالة جاءت من نص حديث النبي، ثم من جاء بعده من الصحابة، ثم من جاء بعده من التابعين، ثم الأئمة الأربعة، ثم إجماع السلف، وهذا موجود في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بجلاء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا، لأن هذا هو الباب الذي تعتصم به، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أقف عندها، إذا صلحت إيش؟ يبقى معنى ذلك أن صلاح القلب يكون به صلاح، فساد القلب يكون به فساد. يبقى التلازم وثيق بين الظاهر والباطن هنا الآن، ما في. إذا ادعيت بوجود الباطن لابد أن ترى الظاهر، قد ترى الظاهر ولا تجد الباطن. نعم في المنافقين وهذه حالة خاصة وقت إن لا تعمى، لكن في التقصير العام اعكس، إذا قلت بأن القلب وجد فيه العمل لابد أن تجد فيه الجوارح. لذلك احنا قلنا التقسيم الصحيح قول القلب يستدعي، خذ الحديث رأس يا ابني يا حبيبي، استنر بقول النبي، خذ الحديث رأسا لك وسيأتيك بما تريد. والله قول القلب يستدعي قول اللسان، ألا وإن في الجسد أكمله إذا صلحت نضح ذلك على الجوارح ولا ما نضح؟ قول القلب يستدعي وعمل القلب يستدعي. وأنت إذا ربطت بين الأربعة قل أول السير قول القلب، وقول القلب يستدعي قول اللسان، ثم قول القلب يستلزم وجود عمل القلب. ليش؟ لأن أصل أعمال القلوب الإخلاص، والإخلاص لا ينبني إلا على سملة الصدق. أبدا لا يصل الإنسان إلى الإخلاص المطلوب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لا تكون إلا على سملة الصدق. والصدق هو الذي قال فيه الله جل في علاه الذي جاء بالصدق و صدق به وصدق به. هذا بالنسبة لهذا القول. إذن نقول بأن الصنف الرابع هو من تكامل عنده الأصول الأربعة، قول اللسان عمل الجنان، قول اللسان قول الجنان وعمل الأركان وعمل الجنان. هذا بالنسبة للأصناف
الأصناف بالنسبة لأصول الإيمان. نقول إذن إذا استخلصنا هذا قد قال المصنف عملا وتصديقا وإقرارا يدل لنا على الارتباط الوثيق بين الظاهر والباطن، فكأنه استدل على ما يتبنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بأن تؤمنوا بالله وحده. أتعلمون ما الإيمان بالله وحده؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا قول اللسان. ثم قال ها وإقام الصلاة وإيتاء وأن تعطوا من ها وأن تعطوا من المغنم الخمس. لما ذكر الإيمان هذا إشارة إلى القلب، ثم ذكر على التأثير بعد الإيمان أنه يظهر على اللسان ثم يظهر على الجوارح، وقلنا إذا ثبت الجوارح قد يثبت القلب وهو غالب الظن، وقد يكون في المنافقين بعض الأعمال ولا يثبت عمل القلب. لذلك نحن نقول إذا احتج المرء أو إذا احتج المصنف بهذا الحديث كأنه يشير إلينا إشارة عابرة أو إشارة أصيلة بأن الباطن يرتبط بالظاهر ارتباطا وثيقا. لذلك هناك أدلة كثيرة جدا، كتاب وسن وإجماع أهل السنة بأن الظاهر والباطن يرتبطان يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. والحجة في, 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 في هذا الباب قال الله، قال الرسول، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نسبق الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. فأنت سترى بأن هذه أدلة متوافقة متوفرة متضافرة على هذا الباب من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وأيضا الآثار عن الصحابة الكرام. أقول الأدلة على ذلك وهي أدلة كثيرة جدا، إما نبدأ فيها من الكتاب أولى لنا. قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. قال الله جل في علاه ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، نأخذ أدلة سلبية وإيجابية. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. هذا الإنكار على من؟ على المنافقين. فالمنافقون الآن اتخذوا هؤلاء الكافرين أولياء. الله جل وعلا يعلل لنا وهو الذي يعلم الظواهر ولا يعلم البواطن، لأن الله يعلم ما تكن الصدور. طبعا هذا صحيح، هذا بإجماع صحيح ولا لا؟ حاشا لله، الله الذي خلق القلب ويقلب القلب والذي يعلم بما هو في الظاهر وفي الباطن. قال الله جل في علاه لو كانوا يؤمنون، مع أنهم في الظاهر إيش؟ في الظاهر هم إيه؟ أسلام وأمان صحيح. لو كانوا يؤمنون بالله حقا، هذا أصل التقدير، لو كانوا يؤمنون بالله حقا وبالنبي، قال لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. يبقى إذن اتخاذ الكافرين ولاية هذا يضاد أصل إيش؟ الإيمان. طبعا هذا المسألة فيها تفصيل، لأن الولاء والبراء له تفصيل. قد يوالي الكافرين على أمر دنيا أو على معصية أو على شهوة، إن كانت معصية فمعصية، وإن كان كفرا فكفر، وإن كان حبا لعلو راية الكفر على راية الإسلام فهذا كفر مستقل مبين. وإلا فقد والى حاطب بن أبي بلتعة أهل مكة ومع ذلك لم يكفر، جس لهم. فالمسألة فيها تفصيل حتى لا يتجرأ جرير. قلت دائما وأنا أؤصل في هذه الدورات لا يتجرأ على تكفير المسلم الذي ثبت إيمانه باليقين على تكفير إلا جاهل جرير أودى بنفسه إلى المهالك يتردى في هوة سحيقة. لابد من أن هذه المسألة تتكامل فيها الأدلة، يتكامل فيها الشروط وتنتفي عنها الموانع. ما من حكم يتوفر إلا بتوفر الشروط، يتوفر إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، إزالة الشبهة مع إقامة الحج. يبقى إذن ويقول الله جل وعلا لو كانوا يؤمنون بالله، خلو الإيمان في القلب دل على ذلك بالأمر العكسي، لأن الإيمان في القلب يجعلك توالي المؤمن وتعادي. فلما ذهبت بالموالاة للكافر ولم توالي المؤمن فأنت هنا إيش؟ دللت على خلو القلب من إيه؟ من العمل، من العمل الذي ما هو موجود فيه. لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، دي أوثق عرى الإيمان التي تنعقد في القلوب. لذلك يبين الله على ارتباط الظاهر بالباطن، كأن الله يقول لو كان الإيمان قد استقر في القلب لوجدت هؤلاء يسارعون في التآخي وروابط المحبة بينهم وبين أهل الإيمان، ولو كان هؤلاء فيهم الإيمان ما اتخذوا الكافرين أولياء. وأيضا قد بيّن الله جل في علاه ذلك
في الإنكار على بني إسرائيل عندما قال لما اتخذوا العجل. إيش قال الله تعالى؟ قال الله عن بني إسرائيل وأشربوا في قلوبهم العجل أكمل ها بكفرهم. هات اللي بعدها. قل بئس ما هذا الشاهد الذي أريده. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم أنتم زعمتم. وهذا زعم خاطئ باطل. لو كان الإيمان في القلب ما اتخذتم إيش العجل، ما عبدتم العجل. بل لو كان الإيمان قد استقر في القلب لظهر ذلك على الجوارح بعبادة الواحد الديان. فلما حاد الأمر على عبادة الشيطان وعبادة العجل والأصنام فأنت الآن دللت على خلو القلب من عمل القلب، وقد يكون على خلو القلب من تصديق أيضا، من التصديق أيضا. أيضا قول الله جل في علاه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم إلى آخر الأدلة. لكنه قال لا تجد قوما كتب الله في قلوبهم الإيمان، لا تجد قوما استقر الإيمان في قلوبهم من قول القلب وعمل القلب، لأن الجوارح الألسنة مغار لابد أن تظهر. ولذلك يقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. يبقى من واد من حد الله ورسوله ومال إليه فهذا الذي خلى قلبه من قول القلب وإيش وعمل القلب. قول هذا جزما، وأنت سترى ذلك لولا الوحي. لما دخل المسلم على عتبان بن مالك وأراد أن يصلي في مكان الذي يتخذه مصلى فقام فصلى، ثم تكلم الناس قالوا: أين مالك من الدخشم؟ فقال بعضهم: قال مالك مالكم ومالك، مالك منافق من المنافقين، مع أن النفاق عمل قلب. قال مالك منافق من المنافقين، لا نرى وده وجلوسه إلا معه. يبقى استشهدوا على الباطن بإيش؟ بالظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رد عليهم ما رد عليهم الاستدلال، رد عليهم بالوحي، قال: أما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. وين الدليل الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ما رد عليهم بالظاهر؟ قالوا مالك منافق من المنافقين، أرأيتم وده وجلوسه مع المنافقين. فاستدلوا على الباطن به الظاهر، لأن النفاق هنا معناها خلو القلب من التصديق ومن العمل. استدلوا على ذلك بأن وده مع من؟ مع المنافقين. فرد عليهم سلم. هل رد عليهم الاستدلال؟ قلت: لا، لم يرد عليهم الاستدلال. لما؟ لأنه قال: أرأيتم قد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. فرد عليهم كان إيش بقى بالضبط؟ كان إنكار على استدلالهم من الظاهر بالباطن أم لا؟ يمكن أن تقول هكذا، تقول نعم هو رد عليهم لم يقره، فلم يقر دل ذلك على إيش؟ صحيح، هذا هو الكلام. هو لم يرد عليهم الاستدلال، هو لم ينكر عليهم الاستدلال، هو أنكر عليهم الحكم. فارق بين أن ينكر عليهم الاستدلال وينكر عليهم إيش. هم قالوا الآن: يا رسول الله، المقدمة أتتنا بالنتيجة، رجل لا يجلس، نسير لا نراه إلا مع المنافق، نأتي لا نراه إلا مع المنافق، وده مع المنافقين، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره والمرء مع من أحب، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم ولا تعرف أنهم في لحن القول. لذلك قال عثمان بن عفان بسنة صحيح في الدارمية في مصنف أبي شيبة، قال: ما استسر عبد سريرة إلا ظهرت على تعبيرات وجهه وفلتات لسان. فاستدلوا على مقدمات ونتائج. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم الاستدلال، أنكر عليهم الحكم، فحكموا عليه بإيش؟ بالنفاق. وهذه مسألة يمكن ألا نرد عليهم بالحكم، لكن النبي لما رد عليهم أيضا ما ردش عليهم إلا بباطل، لم يرد عليهم بظاهر، ترك لهم هذا الاستدلال وأنكر عليهم بباطل، لأنه قال لا إله إلا الله ولم يسكت. لأنه لو قال لا إله إلا الله سيرد عليه يقول إيش؟ وكم من قائل لا يستقر في قلبه من شيء. وهذا الذي قاله خالد عندما جاء الرجل وقال: يا محمد اعدل، من الخوارج نعوذ بالله من الفكر الضال، قال: يا محمد اعدل. وهذا عشان تعلم علامة الخوارج أيضا انتهاك حرمات العلماء وإسقاط أقدار العلماء، هذه علامة الخوارج. والله لو قال إن هو ابن تيمية العصر يبقى علامته علامة الخوارج. قال يا محمد بينتهك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم معه بوقار. وحتى علي بن أبي طالب خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الخليفة أعظم من وطئ التراب عندما استلم الخلافة، وقالوا له: أنت كافر. كلام مع علي بن أبي طالب حكمت الرجال،
فقال يا محمد اعدل إن هذه قسمة لا يرد بها وجه الله. فقال لا، فقال خالد نريد دعني أضرب عنق هذا المناخ. في رواية أخرى قال عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا المناخ. إن مثلا لما يرد عليه الحكم استدل على نفاقي بإيش؟ بإهدار كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ألا يصلي؟ هذه أيضا مسألة لإيقاف القتل لا إيقاف الحكم، لو تفهم دقائق. هذه مسألة لإيقاف القتل لا إيقاف حكم. فقال له ألا يصلي؟ قال كم من يصلي لا يقول بما لا إيش، بما لا يستقر في قلبه. قال ما أمرت أن أشق عن القلوب. شوف الحجة هنا، انتهى الأمر هنا. لكن عند مالك بن الدخشم لا، تكلم عن القلب، قال إخلاصا. والإخلاص هذا جبريل نفسه لا يعرفه، الإخلاص لا أحد يعلمه بحاله. ذاك علماؤنا سطروا كلاما من ذهب، قالوا والإخلاص لا يعلمه نبي مرسل، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا فيكتبه ولا شيطان فيفسده أبدا. سر بين الرب وبين العبد. فمعنى هذا السر ينكشف للنبي، فما انكشف إلا بإيه؟ بوحي من الرحمن. مفهوم؟ يبقى إذن هذه المسألة أيضا فيها ارتباط وثيق جدا في الظاهر والباطن، وترتب على ذلك الأحكام عليه. لكن لما رد النبي صلى الله عليه وسلم رد ليس إنكارا على ما قالوا، ولكن رد بوحي على أن هذا الرجل خرج، لأنه لما قال لا إله إلا الله كانت خالصة من قلب، ومع ذلك تشوبه شيبة النفاق، لأن المرء مع من أحب. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم. وقيل قعدوا، لو أرادوا الخروج، لو أرادوا، الإرادة عمل العين والخروج عمل الأذن، لم تتبع الأذن العين، صح؟ الإرادة عمل إيه؟ ممتاز، صحيح. الإرادة والجزم عمل إيه؟ شوف الله تعالى كيف ربط لك الظاهر بالباطن بجلاء. قال لو أرادوا الخروج، يعني لو عزموا واستقر الأمر في القلب، إيش؟ يبقى لابد طبعا اعداد العده فين؟ في عيني. ها، لا عد العده في الظاهر، اتوا بالدرع وبالرمح وبالنبل، صحيح، وانا انفق المال واتى بالبعير ليرحل، يبقى في الظاهر ولا مش في الظاهر؟ شوف رايت كيف الله تعالى يسطر لنا. انا ما ادري والله كيف تضيع هذه على كثير من اخواننا الافاضل عندما يقرؤون مثل هذه الايات. ولو ارادوا الخروج جزموا بذلك في القلب. تذكر الاصل الذي تتقن فيه العلم الان على هذا الباب، ممتاز. من الذي قال؟ اهو شوف المبتسم على طول، ده ما جعل لي في العير ولا في النفير، بيبتسم على طول، لكن الصدق في الجلوس ونقاء القلب يثبت العلم. الاصل معك في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغ اذا صلحت يبقى لابد من ارتباط الوثيق، لان المساله هنا مؤثره تاثير بالغ، تنضح، لابد ان تنضح. قال الالسنه مغارف، ماذا قال الحسن البصري؟ قال ليس الإيمان ولا بالتحلي من بره، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن شيء وقر في القلب، وإيه؟ ولكنه شيء وقر في القلب وصدقه العمل، أو هو شيء وقر في القلب وصدقه، هذا هو الإيمان، غير ذلك لا يكون إيمانا. شوف الله تعالى يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم فقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني هم القلب ليس عندهم. لذلك هذا يبين لك بأن الله تعالى هو الذي يتحكم في فعال القلوب، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال الله جل في علاه عن أهل أحد عندما انتصر عليهم الكافرون المشركون بالتقاعس، ماذا؟ نعم صحيح، هو ده صحيح. اسكت اسكت اسكت، لأنت أقول لك انظر هنا عشان تعرف أنا بوهمك ولا لا. قال الله جل في علاه عنهم إيش؟ ولقد قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض. قال الله تعالى وصفا إياهم منكم بسرعة منكم من؟ ومنكم من؟ الإرادة دي إيش يا شطار؟ يبقى التولية والفرار كانت بسبب إرادة في الداخل، والثبوت والمنافحة عن النبي العدنان كانت أيضا بإيه؟ بإرادة من الداخل. ممتاز، الحمد لله. قال الله منكم من يريد الدنيا، لذلك قال الغريم الغنيمة، لذلك الثلث أراد أن يرجع، لذلك فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منكم من يريد الدنيا. فهذا كان فعله،
ومن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد والذين يريدون الآخرة هم الذين قال فيهم وسلم من يدفع هذا عنا وهو رفيق في الجنة. فقام طلحة قال اجلس، فقام الأول والثاني والثالث إلى العاشر من الأنصار عن بكرة أبيهم قتلوا. ثم قام طلحة ينافع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحري دون نحرك يا رسول الله، يريد الآخرة، حتى أن السيف بعدما دق في يدي وكسر أخذ ينافع الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي فشلت يده فوقع في الأرض. جاء أبو بكر وعمر فقال وسلم دونكم صاحبكم فقد أوجب الجنة بما فعل، صار منكم من يريد الآخرة. يبقى الذي حركه وجعله ينافع عليه السلام هو أنه أراد إيش الآخرة. هذا ارتباط وثيق ولا غير ارتباط وثيق؟ يبقى إذن العمل الظاهر فسره الله بإيه؟ بسرعة. بإيش؟ بالعمل الباطن. العمل الباطن هو المحرك الرئيس للعمل الظاهر. هذا أمر جلل، أمر من الأهمية بمكان. هذا معرض القرآن وسياق الآيات على ذلك. أيضا قول الله جل في علاء، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، قال لا يعلمهن كثير من الناس، ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصفوف قال استووا وهو في الصلاة. انظروا إلى هذا الارتباط الوثيق، استووا ولا تختلفوا. الاختلاف هنا اختلاف ايش؟ ظاهر يؤثر في ايش؟ تلازم وثيق. قال استووا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذه ايضا دلالة واضحة جدا على قول النبي صلى الله عليه وسلم بارتباط الظاهر والباطن. من ذلك ايضا اقرار الله جل في علاه او قل اطلاق الحكم على من أتى بشيء في الظاهر يدل على ما في الباطن. الله جل وعلا يقول بأن الكفرة قد كذبوا باطنا وظاهرا، لأن حتى الإقرار اللي في القلب هذا يطير بالتكذيب والجحود. قال الله جل وعلا ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها إيش قال؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث. إيش قال بعدها؟ إنكم إذن أطلق عليهم الحكم بإيش؟ بأنه قد دل على كفر القلوب المكوس وسماع الكفر بآيات الله جل في علاه. وهذا طبعا لابد أن يكون هناك طاقة بأنه يستطيع أن يفر ولم يفر. ثاني الله جل وعلا إيش قال؟ قال ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. أنتم إذا سمعتم ذلك ماذا الذي سيحدث؟ القلب يحترق. كيف يكفر بآيات الله؟ إذا القلب احترق إيش اللي هيحدث يا شطار؟ إذا القلب احترق يظهر على الجوارح لما يظهر، يظهر بتمعر الوجه، يظهر بالفرار، يظهر بالبكاء، لا يستطيع أن ينصر دين الله جل في علاه. قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث. طيب يبقى إذن احتراق القلب حرك الجوارح، وتحريك الجوارح هي إيش؟ الفرار. ده أنت أول شيء لابد تنكر لكن مش مستطيع، ستطير الرقبة، ماذا تفعل؟ لذلك استقل علماء هذه القاعدة العظيمة الرضا بالمنكر كإيه؟ مرتكب. فقال إن لم تزل المنكر فزل. ليش فزل؟ لأن هذا أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا فل غيره بيده، فمن لم يستطع فبإيش؟ والقلب كيف يكون؟ ألا أتواجد في المكان الذي فيه المنكر؟ قال ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم. وفي الآية الأخرى قال حتى وإما ينسينكم الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم. يعني لو اعتذرت بأنني أنكر لكن أنا نسيت، أنا في حدث خفت على نفسي خفت على رقبتي، قلنا يبقى في الجلسة المرة الثانية إيش؟ لا تجلس. يبقى إذن هذه المسألة دلالة واضحة جدا على الارتباط الوثيق بين الظاهر والباطن. بل قلنا بأن هذا الارتباط لا ينفك بحال من الأحوال، وهذا الذي قاله الشافعي والثوري والنخعي إجماع السلف الصالح. وهذا إن شاء الله سيأتي في الكلام على مسألة
قول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغير محمد عبد الوهاب عندما قالوا من ترك العمل كلية فقد أعرض عن الله جل في علاه، وهذا الإعراض له ما له من الأدلة التي لابد لها من التفصيل، وهذا التفصيل يتبعه تفصيل أيضا في ارتباط الظاهر والباطن يأتي بإذن الله تباعا في هذه المسألة المهمة جدا التي تحتاج إلى دقة نظر. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.